ميثاق للإنعاش الاقتصادي والشغل تم التوقيع عليه على هامش الاجتماع التاسع للجنة اليقظة الاقتصادية، الاجتماع الذي شكل مناسبة لمعالجة تطور المؤشرات الماكرو اقتصادية وعلى الوضعية الاقتصادية لمختلف القطاعات. ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل وقعه كل من السادة محمد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وشاكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعثمان بن جلون رئيس التجمع المهني لبنوك المغرب. ويتضمن الميثاق تدابير عرضية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية. كانت هذه مناسبة باش جميع الفرقاء والشركاء ديالنا في هذه اللجنة اليقظة الاقتصادية يتعبؤوا لوراء جلالة الملك بعد الخطاب ديالو ديال الإنعاش الاقتصاد الوطني، وكانت مناسبة أيضا للتوقيع بعد هذا اللقاء لتوقيع على ميثاق ديال الإنعاش الاقتصاد الوطني والشغل مع يعني القطاع الخاص ممثل عبر يعني الاتحاد العام لمقاولات المغرب وأيضا المجموعة المهنية لبنوك المغربية. وعلى هامش الاجتماع التاسع للجنة اليقظة الاقتصادية أيضا جرى التوقيع على عقد برنامج للفترة ما بين 2020 و2022 يهدف إلى تحقيق إقلاع قطاع السياحة لمرحلة ما بعد كوفيد-19. ويتضمن هذا العقد البرنامج مجموعة من التدابير المواكبة لفائدة هذا القطاع الرئيسي في الاقتصاد الوطني، ويطمح إلى إعطاء دفعة قوية للقطاع وبث دينامية جديدة من أجل مواكبة إقلاعه وتحوله وتنويع سلسلة قيمته. لمواجهة هذه الأزمة الغير السابقة، القطاعين العام والخاص قاموا بواحد المجهودات مهمة لبلورة هذا البرنامج التعاقدي اللي هو كيمثل واحد خريطة الطريق للفترة بين 2020 و2022 اللي جاب واحد التدابير وطموحة من أجل الحد من هاد التداعيات اللي جات مع أزمة كوفيد. الإنعاش الاقتصادي والشغل هو الضامن لتقاسم المسؤولية من أجل إنعاش اقتصادي حقيقي مستدام وشامل. لذلك فهذا العقد العام الخاص جاء ليوضح التزامات التجمعات المهنية لإنجاح هذا التحول التاريخي، وأذكر بالتزامات رؤساء المقاولات لحماية صحة مستخدميهم والحفاظ على مصادر دخلهم والاستثمار وخلق مناصب الشغل، فضلا عن المساهمة بشكل فعال وبكل مواطنة في تطور البلاد. الميثاق للإنعاش الاقتصادي والشغل يعطي طابعا رسميا للالتزام الجماعي والمشترك بين الدولة والقطاع الخاص، ممثلا بالاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع المهني لبنوك المغرب، ويبقى الهدف منه إنعاش الدينامية الاقتصادية وتسريع مسلسل الاقتصاد. أما العقد البرنامج المتعلق بالسياحة فيهدف أيضا إلى الدعم الاقتصادي والمالي لتحقيق إقلاع القطاع والحفاظ على المقاولات التي تنشط في السياحة بفضل تسهيلات أداء القروض المقدمة من طرف الأبناك.